الأرض مسطورة ومكتوبة ومشروحة بما يليق بمقام الله. اللهم إلا طرف واحد أبديه شفاهتني الآن، وأرجو المحكمة الموقرة أن تفصل فيه بما لدينا من سلطة حددتها المادة 151 من قانون الإجراءات القضائية. المادة 151 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الإفراج عن المتهم المحبوس أو حبس المتهم المفرج عنه هو من سلطة الوزير. درس أنا رحت دلوقتي للنيابة العامة وأقول لهم في الوقت خاص النيابة العامة كفت وغلت يدها وفرصت. كانت رئيس أنا معرفش زكاة الأوراق اللي هتتحدث عنها دي، حضراتكم يعني وقفتم عليها في الأوراق ولا لا؟ لأن أنا لم أراجع بعد الملف الأصلي أو صورة الملف اللي صورتها محكمة الاستئناف اللي مطروحة على حضراتكم، وإنما اتصل علمي بالواقعات فضلا عن قرار الاتهام اللي من طلب التحقق اللي كان معروض على المحكمة الصحية. فهناك المحكمة تضحت الدفاع بتصوير الأوراق اللي كانت معروضة على المحكمة واللي كانت محصورة في نطاق مسألة فده مصدر علمي. إنما بقى عشان رجع قضية بالمفروض وعلى شكل بقى له شكل ولا المتهم الأخير كان يعاني من مرض خطير وكان يرجو إنه هو يودوه وتحت التحفظ إلى مستشفى حكومي على نفقته الخاصة عشان يتعالج. فأنا توجهت إلى معالي النائب العام وطلبت من معاليه الإذن فأذن وأصدر قرارا بتمكين المتهم ونقله لفحصه في مستشفى قصر العين، ونقل المتهم إلى تلك المستشفى مرة تلو أخرى. النهاردة التحليل، بكرة فحص التحليل، إلى آخر في المسائل الخطيرة دي اللي كان قد في النهاية معرفة هل هناك سرطان تغلغل في جسد الرجل ولا مفيش. فجأة لقينا توقف كل شيء، فتقدمت بطلب إلى معالي النائب العام لأن أنا فوجئت إن النيابة المختصة بيقولوا تطبيق لائحة الشهور. بدي أقول لحضراتكم إن كل هؤلاء المتهمين جميعاً مش مسؤولين في سجن عمومي طبقاً للقانون، وإنما مسؤولين في سجن مركزي. فالسجن اللي هم فيه ليس تابعاً لمصلحة السجون، وإنما هو تابع لمديرية أمن القاهرة اللي هي زي زمان ما زالت موجودة ولا لا اللي بيسموها التخشيبة
اللي في القلعه دي ورا اسم الخليفه، هي دي اللي كده تبع مديريه الامن. فلما ان فوجئت بان تطبيق لائحه السكون تقدمت بطلب اخر الى معالي النائب العام. قلت له فندم ده مش الراجل ده مش خاضع لحكايه السجون، ولا خاضع لريحه، وبالتالي مش خاضع لريحه السجون. فيبقى مع وانت معاليك تستطيع ايه لائحه السجون دي قرار. فالنائب العام امر باستمرار العمل الى ان نقل فعلا الى مستشفى القصر العيني اللي بيسموه مبنى الملك فهد الاستثماري، واجرى الجراحه، وانا استدعيت لحضور اخر جلسه استجواب للمتهم في غرفه العنايه المركزه. كل الكلام ده مشروع قدامنا وقراناه. انا بقى عايز اطمن ان الكلام ده موجود ليه؟ موجود. لان بقى اعول عليه في اللي عود الى مادة بيحفظ. انا بقى عايز اقول لحضراتكم، لما يبقى ثابت ان المتهم اتضح ان عنده سرطان، وان الجراح الذي اجرى الجراحة، واذا خلاف الجراح اللي هو كان عايزه، هم جابوا جراح من عندهم مستشفى، بذل اقصى ما يمكن من جهد الى ان خلاص و أذن له بمغادرة العناية المركزة ويعود إلى السجن. مين يراعيه في السجن؟ مين يتابع علاجه في السجن؟ مين؟ حرام حرام، الراجل بيموت، سرطان استشرى واستؤصل منه ما استؤصل، من يدرينا؟ في حد في المحبس اللي هو فيه، المحبس اللي هو فيه من المساجين او غيرهم هيرعاه؟ مين هيتابع الدواء؟ كل هذه المسائل اخاطبه في المحكمه ودانه، واخاطب الانسان في شخص القضاه عن يصدروا قراركم الكريم بالإفراج عن المتهم بأي ضباط، بأي ضباط، لكي يستطيع مواصلة العلاج. شكرا لكم. ماذا طلب يا سيادة المستشار لدفاع الحق المدني؟ يحضر هاني سامح ويطلب الإدعاء للحق المدني قبالة المتهمين المتضامنين بمبلغ مليون، مبلغ ربع مليون جنيه ورفض، وجنيه واحد من دول ربع مليون وجنيه. لما اصابني من ضرر جسيم، واصاب الامن القومي للبلاد، واصاب كل المجتمع والاجيال القادمه. كلنا بنعشق الحضاره المصريه، كلنا بنعشق الفن المصري، ندفع حياتنا دفاعا عن هذه الاثار التي هي مصدر قوتنا وحياتنا ودخلنا لنا وللاجيال القادمه والاجيال السابقه. سياده المستشار، سدد انا عايز المحكمه